المشكل ديالي هو الراجل خصو خرجني من الدار، والدار انا بانيها انا ولادي، هو ما باني والو، هو ما كيعطينيش الفلوس. دابا ما كيعطينيش حتى درهم، ما كيعطينيش الفلوس، هو ما كيعطينيش الدرهم ديالو، ما كيجيش ما كيعطينيش. دار ولادي كيخدموا وانا كنبني، وملي بنيتو ساليتو مرضوا لي العواول، مرضوا قال لي ما عندي ما نعمل بك، خرج عليا من الدار، ما عندي ما نعمل بك. خرجني نهار السبت، خرجني في السبت الزنقه، كنت مسيبه بالزنقه، عيطت على البوليس، جاو داوني معاهم للسنترا، عيطوا عليا وعليه، قالوا له علاش خرجتي المراه؟ قال لهم انا ما خرجتهاش. قالوا لي لا خرجتك هذه المره، اجي عصوني علينا وحنا نكونوا معك، نسير دخل الدار ديالك، خلي المراه تدخل الدار ديالها. هما اللي دخلوني للدار، مشيت دعيته عملت عليه النفقه، حضرت معاه، بقى كيحللني، ما عرفش اني بقى كيحللني، قال لي ما باقي نعمل لك والو، ما باقي نخرجك شي، ما باقي هادي. دخلنا عند القضيه، بقى بحال اللي كيرغب القضيه، كيقولنا هي الرهية شوار، هي تكون هي، ما عرفش اني. قالت لي وصافي اسمح له، ولكن قالت له طيح الكمامه، راه لك الرد ديالك. قالت له بالحق الا عملتي لها شي حاجه راه غدا رجعي لعندنا، رجعي لعندنا، ما نعقلوش عليه، جا لعندنا. ملي سمحت له ما مضيتش، هيدا الهضره وصافي. ديك الساعات تقلب عليا، قال لي راك يقول لي العائل مات، راك يقول لي هز التبعه سيبه عليا. قلت له الحوايج العائل تابعه، قال لي التابعه عندي هنايا، التابعه هز سيب عليا كل شيء، من انا ما نشوفش. قلت له صافي هذا قتلتيه وخرجتيه سيبتيه، تهنيتي منه. قال لي باق نخراين، العيل كان مريض ولاني ما كيهنيش، كيطلع لي يقتلو، انا نخرج هو يطلع يقتل، ما كيهنيش. الا عيط على طبيب الخبز كيطلع يقتلو، كيقول لي سيبو في الخندق، راه الخندق راه الغابه سيبو فيها، ما عندي ما نعمل به، بحال هادو ما عندنا ما نعملو به، عام سيبين في عندي. قال لي سيري انت وياه من الخلا. دابا العائله اللي في الدار سمعت هذا الخبر هذا، قالت باقي نخراين. دابا العائله بقات كتخاف، ما كتاكل لا في الدار لا والو، ما كتاكل لا في الدار لا والو، غير حنا ندخلو الكوزينه نطيبو، وهو يدخل كيجري، ما عرفش شنو يحط لينا في الماكله شي حاجه، يحط. قال لنا باقي نقتلكم واحد بواحد، ما عرفنا شنو يعمل لينا، وداير علينا العنف بزاف، داير علينا العنف بزاف، ما لا يجيب حتى حاجه، ما يعطينا حتى حاجه، ما كيصرف علينا ما والو، حاضي على الهراوه، اللي جا عندي يجري عليه العوال، كيجري عليهم كيضربهم، داير لي العنف في الدار بزاف، ما عنديش الراحه، قهرني في الدار، قهرني. دابا عاد ولا هيدا، دابا هادي 8 سنين هو معنا، هيدا 8 سنين وهو معايا، هيدا ما كيحمل لينا لا ولا لنا لا ولادي. العائله كتخدم مسكينه، كتجيب لنا القمه ناكلوها، رافدوا معاه، يقول لا كيزبل فيها وخطي فيها، ومصيبه وصافي. داير لنا العنف في الدار، ما مريحاش في الدار ديالي انا ولادي، ما عنديش الراحه. كان طالبي بعد مني طريق اتساع، ما يديرش ليا هادشي في الدار ديالي، نطالب منه يحيد من ليا هاد العنف، راه بزاف قرني بزاف الدار. اشتركوا معنا في قناة طنجة 24، ضغطوا على جيم، وما تنساوش تفعلوا الجرس.